نحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ونحكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول. هانا كيفك هدى؟ منيحة. اليوم عنا شغلتين. أول شغلة بدنا نعلمكم ثلاث طرق من تحضير القلقاس، والقلقاس هي من أنواع البطاطا الجزرية يلي بتكون تحت الأرض وكتير طيبة، وفصلها هو فصل الشتاء بيتحضر منها عدة مأكولات وغنية بالأملاح المعدنية وبفيتامين سي وبي. وكمان بكرة إن الله راد رح نعمل الفلافل، رح نعلمكم من أولها للفلافل شو بنعمل. بدكم تجيبوا اليوم حمص وفول مجروش، والفول المجروش في منه الحبة الصغيرة وفي منه الحبة الكبيرة، اثنين صح، ما في أي مشكلة. منشان نحصل على فلافل طيبة بدنا نستعمل المقدار كل كوبين فول كوب حمص. وبعدين بكرة منقلكم شو هي الأشياء اللي بدنا نزيدها عليهم ولنعمل الفلافل. أصبح اليوم بننقع الفول، ما بياخد كتير ماي، الحمص بياخد أكتر. فيكن تحطوهن برات البراد ما بيأثر. الفول إذا كان أيام صيف، برجع بقول صيف، يعني مين ما يمكن بيطلع عباله واحد بالصيف يأكل فلافل، بالصيف يفضل إنه ننقعهن بالبراد الفول. بكرة بنكمل الفلافل. هلا نقعنا، علمناكن كيف بننقع الفول والحمص. أما اليوم للقلقاس عنا ثلاث طرق بتحضير القلقاس. عنا أول شيء القلقاس بطحيني يلي بدي نص كيلو. هلا كل حبة من هاو هي نص كيلو قبل القشر، تقشرت نقصت شوي صغيرة ما بيأثر. القلقاس نص كيلو. بدي حمص 300 جرام، بدي طحيني 200 جرام، بدي عصير حامض، بدي ماي، بدي بصل جوانح، بصل حبة كبيرة، وملح وبهار أبيض، وبيطلع عندي القلقاس بالطحينة. أما القلقاس بالعدس، كمان القلقاس نص كيلو. بدي عدس 300 جرام حبة عريضة، بدي بصل ناعم، بصلي، ثوم 5-6 حصوص، كزبرة خضرة نص باقة، وبدي لقلن ملح وبهار أسود حلو، وزيت زيتون 50 جرام، والقاس بالطحين يلي فيها الحمص كمان زيت زيتون 50 جرام. هاي الأصناف بنستعملها زيت زيتون لأنه تؤكل باردي، ومنشان ما يكون في أي شيء إزعاج بطريقة الأكل يفضل بتحضيرها من المواد الدهنية إنه نستعمل زيت الزيتون. أما الصنف الثالث والمحبب عند كتير من الناس يلي هو القلقاس بالكزبرة والحر. القلقاس بدي أقطعه، هونيك القلقاس بدي أسلقه بين 13 و15 دقيقة حسب الترانش اللي بكون أنا مقطعه. أما هون القلقاس بيختلف تقطيعه وبيكون مربعات، وهالمربعات يلي بساوي فيها القلقاس برجع بقليل القلقاس، وبعدين بعمله مع الثوم وزيت الزيتون والبابريكا الحلوة وبودرة التشيلي والكزبرة الخضراء، وبقدمه وبيطلع عنا بشكل مازة، وثلاثتهم أوقات بيطلعوا عنا كصنف أساسي أو صنف مازة. أكيد العدس يمكن لا. رح نشوف شو بنبلش بالتحضير. هون عنا ماي لتغلي لنسلق فيها القلقاس، وفينا نبلش ناخد اتصالاتكم يلي بحب يتصل فينا على الرقم الموجود بأسفل الشاشة. ألو ألو ألو، بونجور. بونجور شيف أنطوان. بونجورين، يا أهلا وسهلا فيكي. ينعاد عليك بخير وسلامة. تسلمي تسلمي، كلك ذوق وإن شاء الله بتضل مضوى. تسلمي بوجودكم الحلو ومحبتكم. بتضلوا مضويين. نعم. اوكي حبيبي. ايه ميرسي لك، ميرسي، شكرا. تسلمي. باي.
باي، شكرا لاتصالك. دايما قبل ما نبلش بالتحضيرات وشغلات بدنا نسن السكين نتعلم ليضلوا المستحد نضيف، بنسنه قبل على طول. هون في حماية للمستحد، بنخلي اصبعنا ورا ما بنحطه هون ومنسن لانه بتضرب، بركي زحط السكين. وبنشتغل بهالطريقة. يلي هاي بلاقيها صعبة، في هيك يحطها على طرف المجلة او على الخشبة ويعمل بهالطريقة، ما بدها شيء وبيطلع كتير منيح. شايف هلا انا كنت مفكرة انه عم بيعيدوك براس السنة، ترى اليوم سانت انطوان، مشان هيك كتير اجانا. نشكر كل كمان يلي عيدونا ومنعيد كل كمان بداونا أنطونيو يلي اسمه أنطونيو أنطوان وطانيوس وما شابه ذلك. أول تقطيع حستعمله بالكزبرة والحر، تقطيع مربعات. هل القياس بيتقشر؟ هلا هول بدنا نسلقهم؟ لا حاولي بدنا نقلي. نقليهم؟ جيب المقلية كبيرة. بناخد اتصال. ألو ألو الو الو بونجور. بونجورين، يا اهلا وسهلا. كيفك شايف انطوان؟ ماشي الحال. ينعاد عليك وتدل كل سنه بصحتك يا رب. تسلمي تسلمي، ميرسي كل ذوق. شايف انطوان، بدي اسالك اذا بدي اعمل المعكرونه. نعم. شو اسمه، بالفطر وبالكريم، بدي اشيل مع الصوص بشاميل ولا بس الكريم؟ هلا بتزبط اثنين. هلا اذا كميه كبيره انا بفضل تعملي صوص بشاميل وتضيفي له الصوص بشاميل كريمه، كريمه معها بتطلع اطيب. واذا كميه قليله فيك تسويها بالفطر فقط والكريمه. اه دكر. اوكي تكرمي، ميرسي على اتصالك وعلى معايدتك. أو من قطعهم مربعات. نعم. الكزبرة والحار، نحن عنا ثلاث روستات، تبعوا لي الكزبرة والحار بدنا نقليهم. نعم. والباقيين سلق بس تمن نكون واضحين. غلطت. هل القياس هلا فينا الكزبرة والحار كمان نسلقهم، بس القلي هو الأزبط والأطيب. يعني هلا اذا ما سلقناهم ما بتضر؟ ليش بتضر؟ ليش بتضر؟ ما بدنا نقليهم. اجاني من برا معلومه. اجاكي من برا السؤال. لا ليش بتنضر؟ ما بينقلا. البطاطا اذا اكلتيها نيه يمكن تنضري ويمكن ما يصير شيء ومش مقبوله. بس اذا قليتيها نوع من البطاطا. ايه ما هو نوع من البطاطا. بس تقليها خلص منقلت. بناخذ كمان اتصال. الو الو، مرحبا شيف انطوان. مرحبتين يا اهلا وسهلا فيك. ينعاد عليك اول شيء. تسلم. وكل سنه وانت طيب. وانت تسلم وخلينا اياك. معك جان صقر. اهلا وسهلا فيك مسيو جان. طيب سيد شيف انطوان، اجاني شويه بصفير. نعم. وعلى اساس نعملهم مربى، طلع اللب تبعهم رقيق كثير. نعم. ما بدي كبهم. لا ليش ما بتعصرهم تستعمل عصيرهم؟ كيف بدي اعمل عصيرهم؟ العصير فيها نستعمله قسم للاكل، بعلمك كيف تفرزهم وبتحطهم للاكل. وقت بتساوي كبه قرنبيه او اليوم مثل اليوم عم نساوي القاس بالطحينه، فيك تستعملهم محل الحامض، وفيك تعملهم شراب البصفير. طيب شراب البصفير لو تعطيني الريسيبي بخاطر عيونك. يا هعطيك اثنين وبنهوديكي، اسمع مني اذا هن كتار. حط قسم منهم بجوارير تلج، وبس يجمدوا مثل التلج حطهم بكياس نايلون وبالفريزر. بيهدوا 6 شهور. واي اكله بدك تسويها بطحينه فيك تستعمل اوقات البصفير معها، بيعطيك طعم كتير طيب لها. بتشيل كم حبه من التلج اللي هن بصفير عصير، بتدقهم وبتضيفهم دغري على الطحين. اوكي. اما الشراب، لكل كبايه من عصير البصفير بدها كبايتين سكر لانه هو حامض. تغليهم 17-18 دقيقه. اول دقيقتين بيطلع رغوي على الوجه، بتقشي قدر الامكان.
اخر شيء بتضيف لكل 10 كبايات من عصير البصفاير، ساعتها بتضيف لإلهم حوالي 4 ملاعق كبار عصير حامض. شكرا. تكرم وبخاطر عيونك، وفيك تعطيهم اللون المزبوط، ضفلهم شوية صبغة صفرة. هولي عم يتقلب. هلا بنقطع بهالوقت القلقاس للعدس والقلقاس للبطحي. هون الترانش أرق. هون بلشت، حطيتي ملح، بلشت المي تغلي، نزلهم بعدهم عن بعضهم، وبس ترجع تغلي عنبو جديد. هلا ما بعير، منعير الوقت 15 دقيقة و 17 بعد بالأخير. هلا مرحلة القلي هو بس، بعد ما مش مرحلة التطبيق. على طول بدك تخلوا ايدكم جامدة مع السكين مع حبة القلقاس منشان ما تزحط لانه قاسي، وتروحوا اصابعكم. وبناخذ اتصال جديد. الو الو الو، يعطيك العافية. الله يعافيكي، اهلا وسهلا. ينعاد عليك يا رب بالصحة وطول العمر. تسلمي تسلمي من معزتكم. معك مريم، إذا بتريد فيني أعرف شو بيعمل خبايزة مع البرغول. شو هي خبايزة؟ أوه أكلة طيبة. إيه نعم. وصحية. صحيح مزبوط. يلا وكتير الخبايزة منيحة على الالتهابات كمان. 100%. يطول بعمرك يا يلا بخاطري، تكرم عيوني. يطول بعمرك، باي. وهلا موسمها، عز موسمها، تطلع خضرة وطرية. صحيح. بخاطري. ميرسي، باي. تكرمي، باي. هالقلقاس عم ينقلها. وهون عم ينسلى. هلا بدي اغسل العدس. ومناخد اتصال. بونجور. بونجورين. كيفك شيف أنطوان؟ ماشي الحال، يا أهلا وسهلا. يا عمي مشتاقين لك. تسلمي تسلمي. شو هالأكلات الطيبين؟ ميرسي من معزتكم. كيف أحوالي؟ الله يخليك بصحتك. كلهم عم تطبقون لهالأكلات؟ لا مش كلهم، يعني يعني البعض منهم عم يطلعوا طيبين. يعني الأكترية، الأغلبية. أكترية، يلا. شايف السؤال، معقول شي تطلع كتاب تاني؟ لأنه عم تحط أكلات كتير مميزة وغير شكل. من الله راد. فيه الله راد، عم نشوف أكيد، عم نضل نعمل أكلات جديدة، وعم تشوفوا دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان أكلات جديدة ومنوعة. إيه بس في مشروع إنه يطلع كتاب تاني؟ إيه إن الله راد. إن شاء الله، لكن عن قريب. عن قريب. يلا بدي وجه تحية بس لأم عبدو من خلال محطتكم الكريمة. تسلمي، وتحياتنا نحمي دولنا من إلا لأم عبدو. هاي يخلي لنا إياك. تسلمي ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك بخاطري. مرسي لك شيف، مرسي. تكرمي. يلا باي. هلا هون نار قوية، ما عش بدي كتير، بنقلهم على نار عادي.
ليحمروا بالوقت زيته ينضجوا، مش بس يحمروا بدهم كمان ينضجوا. منجيب مقلي طنجرتين منحط بكل وحدة زيت زيتون 50 جرام، فنجان قهوة، منحط بصل جوانح للقلقاس بالطحينة، وبحط بصل ناعم للقلقاس بالعدس. ومناخد اتصال جديد. ألو. آسف انطوان، مرحبا. مرحبتين. يعطيك العافية، يرضى عليك. بس بدي تقلي عزيمة السمبوسك من فضلك. تكرمي كيلو طحين. ايه اوكي، عم شوفك انا كل يوم بنطرك. تسلمي تسلمي، عم يعجبك الاكل؟ عم يطلع معك اكل طيب؟ اكيد اكيد، اللي 40 سنة بطبخ وهلا عم اصل على معلوماتك. كلك ذوق شيف انطوان. بخاطرك، اهلا وسهلا فيك. بس هلا تذكرت انه طريقتكم غير طريقتنا بالعزيمة السمبوسة. يلا تكرمي. شكرا، الله يكرمك. بخاطرك، الله يعافيك يا رب. كيلو طحين، 300 جرام زبدة، هي اطيب عجينة، يعني باكيه صغيرة ونص، ملح ملعقة صغيرة وربع. اهم شيء انه الطحين الزبدة ندوبها وشقلنا تدوب مش كتير. بعدين من بعد ما تدوب الزبدة منضيفها على الطحين، بمزجها معها، ضيف الملح. ننتبه انه السمبوسك ما بدها خميرة ابدا، بس لازم الزبدة تندعك منيح منيح مع الطحين. بس تختفي اثار الزبده وما عاد في كباتيل صغيره، منضيف لها الماء الفاتره، نعجنها، نتركها ترتاح نص ساعه عفوا، ومنشتغل فيها وبتطلع اطيب عجينه سمبوسك. تكرمي واهلا وسهلا فيكي. هون عم نساوي الثوم للقاس بالكزبره والحر وبالعدس. نتركهم ولا رح ندقهم توم؟ لا بدي افرمهم فرم. يلا انا بفرمهم. بعد واحد نعطيه للعدس والباقي برجع بنفرمه لعم جديد. ايه يلا اعطيني. مش ساعة مش حركي شوي. لا بدي بعد مش حاسبك انا بساوي للعدس. هودي خلصوا يا حفرمون، برجع منقشر عمبو جديد. نفرم الثوم للعدس شرحات، ناخذ اتصال. الو. الو مرحبا. مرحبتين، اهلا وسهلا فيك. كيفك شيف انطوان؟ ماشي الحال. انا مدام اباني. مين معي؟ مدام اباني. اهلا وسهلا فيك. الو. ايوه. شو بحب ساعدك؟ شو بدي اقول لك؟ امبارح اتصلت فيك وحده بدها مربى القرع. نعم. نعم. مربى القرع بينعمل هيدي اذا وحدة زارعة قرع وهربانت لها قرعتين ثلاثة كبار، بيتقشروا وبينعملوا مثل الجزرية طيبة كتير وبينحط له مسكة. هو القرع يلي بينحشى
الو، هو القرع يلي بينحشى عم تحكي عنه؟ ايوه ايوه اللي بينحشى. ايه بس بيكون صغير حجمه. لا كتير. كبير. ستي عاملته وانا ضيقته. يلا بزيادة. بيكون كبير وبتشتغل فيه بالمربى؟ ايوه بتقشره وبتشيل قلبه. بتشيل قلبه وبتعمله مربى بدون القلب؟ بتكبه. والقشرة بتكبها بضل اللب سميك. عم تبرشو قبل؟ اوكي معقولة، بس انا بعرفه بيكون صغير اذا بيتساوى كتير صغير. بتترمو ناعم يعني على طريقة الجزرية وبتحط له مسكة ابدا مثل الجزرية بس بقرع. نعم. لا هيداك الباتنجين. ايه المسكي اخر شي بينحط لإله على طريقة الجزرية تقريبا. ايه جزرية بقرع بدك تقول. جزرية القرع. اوكي أيوة. اما الصغير باذنجان مربى الباذنجان هيديك. نعم نفس الشي. اوكي وميرسي على معلومتك الحلوة. يا بخاطرك هون عندنا تلوم. عملوا فرمونة يا عم. هون تبول شوي بلش يغلي القاس. القاس منحركه شوي ومنعير الساعة. هون 15 دقيقة شان؟ نعم ليستوي. هون البصل والثوم شقروا مع بعضهم. ضيف العدس اخد عليهم. وين على الهيدا؟ على البصل والثوم. هون عمل فرمو ناعم للثوم كمان للقلقاس بالحر والكزبرة. ناخذ اتصال جديد. الو 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 بونجور. بونجور كل عيد انتم بخير الشيف انطوان. ميرسي تسلمي كلك ذوق ينعاد على كل محبينك ان شاء الله. ميرسي. شيف انطوان. نعم. انا جبت تنكه زيت. نعم تنكه زيت بتعرف بالجالون اسمه البلاستيك. نعم. ما في عندي جالونات يعني عندي ما جبت قبلهم وعبيتهم. هلا بيسوى خليهم بالجالون البلاستيك؟ هلا اصولا بالقزاز، والقزاز نلفه ورق جرايد من برا او اي شيء او كيس لون اسود. هلا مضطره مش قادره بيمشي بيهدي لسنه. بس معك هل انت فيكي تستهلكي هالزيت خلال سنه؟ ايه نعم. إيه ما بيأثر. لفي الجالون الازرق. ايه لفي بشي ورق جرايد. اي نعم. لزقي حطيه بمحل معتم. ارفعيه عن الارض شوي. حطي تحت منه شي خشب او شي مش دغري مباشر على الارض ما يكون حده في رطوبة. نعم. يعني بعيدي شوي عن مصفية المجلة ما بيمشي حلو لسنة. اه ميرسي يا شيف انطوان. بخاطر عيونك وتسلمي. بخاطر عيوني. هلا بدنا نعصر حامض لنكسر الطحينة. هلا شايف هون المي. يلا هون حطي مي. حطي بعد هلا بيغلو. بهالوقت انا بدي ادور الفرن. الحامض بنعصره.
كمان بناخد اتصال. الو الو بونسوار سيف انطوان. بونسوارين، كيفك؟ منيح؟ ماشي الحال. معك مدام صعب من الشوف. اهلا وسهلا فيكي، تحياتنا لكل اهل الشوف كمان. تسلم، خدينا اياك. انا على طول بحضرك سيف انطوان. يعني اكلك طيب بعرف. ايه اكيد. اذا بتحضريني على طول يعني معناتها الاكل طيب. واول مره انا بتصل على كل حال وبعلق مع الخط. برافو. مسي لك على الاكلات الطيبين. صحه وهنا، صحتين لكل شخص عم ياكلهم. تسلم، خلينا اياك. واهم شيء بحب فيك النظافه كمان، اهم شيء. تسلمي تسلمي. الله يعطيك العافيه شيف. الله يعافيك ويطول بعمرك. بس هيك حبيت احكي معك، اول مره بعلق مع الخط. شو لقيتي نحن، مباشرة أو مش مباشرة؟ ايه معلوم دغري. تسلمي. ايه ميرسي، ميرسي لاتصالك الحلو، ضلك بصحتك انت وعائلتك. تسلم، خلينا اياك شيف. شكرا، طول بعمرك. ايه ميرسي، تسلمي. بنحط مي للبصل. حطي حطي، خلص خلص. ومنحركه وبتركه مغطى ليستوي البصل، يعني هاي كتير شغلة مهمة، بدنا يستوي البصل. نكسر الطحينة، نجيب وعي نكسرها بشوية مي بالأول، ومناخد اتصال جديد. الو. هذه هالطحينة ممتازة، طحينة نادين ممتازة. الو. نعم. الو. الو بونجور. بونجور. بونجورين، يا اهلا وسهلا. كيفك شيف انطوان؟ منيح. مين معي؟ معك مدام مخول. اهلا وسهلا فيكي. بدي اقول لك شغلي، لانه امبارح كنت عم بحضرك. نعم. في وحدة سألتك عن المربى القرع. نعم. بقى أنا بعمل مربى القرع، بدي إلك مشان تعلمون إياها. يلا إلينا كيف. بتسلق، بتجيب القرع الكبير بتقشره وبتشيل البذر من قلبه. نعم. وبتشرحه مثل شرحات البطاطا رقيقة. نعم. وبتسلقه وبينسلق. يعني عم تقصدي، عفوا، عم تقصدي شرحات البطاطا رقيقة مثل الشيبس؟ لا، مثل التقلية. مثل المنقلية، نعم. وبس تسلقهم ويستووا شوي، بتصفيهم بمصفى. نعم. وبس يصفوا بتفلشهم على سقف نظيفة وبتزينهم. نعم. كل كيلو بده 3 وق سكر. نعم. للقطر، وبتسقطهم تيغلوا ويعقدهم، بصيروا مربى القرع. هذه كانت عم تسألك عنه. قديه بتغليهم على النار؟ لا يعقد، يعقدوا شوي. ميرسي لإلك. تكرم. أنا بس مبارح قلت، أنا جربت أحكي معك مبارح بس ما قدرت أقول لك تتقطع. يلا ما قدرت مبارح، حكيت اليوم ما بيأثر. هلا بس قلبت التلفزيون على القنال وشفتك، دقيت ودغري والله علقوا وعطوني إياك. نعم. وميرسي لإلك، وهيدي شيء جديد يعني. ميرسي لإلك. تكرم. مرسي لمعلوماتك الحلوة. مرسي لك كمان. وهيك أنا بعمل، أنا بنت الجبل ودايما بنعمل. نعم. منو. مرسي لك، شكرا. تكرم. ويسلموا ضيقتك على الأكلات. تسلمي، وإن شاء الله يضل وجهك البشوش الحلو وضحكتك الحلوة. مرسي كتير لك. أنتو عم تحكي معنا، يعطيك العافية. نكشف هون هون، ننوس النار عليهم هون، منضيف نص الكزبرة. برجع بغطي
بهالوقت كمان هون هالماي سطوه البصل نزل فوق منها الحمص نزل فوق منها الطحينه بحركن برجع بغطيهم وبتركن يغلوا مع بعضهم حوالي الأربع دقايق يعني توقف مع محطة إعلانية ونتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان نتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان أنا والست هدى القلقاس صاروا هلا شايف بدنا نصفي هول إيه وها بنصفي نصفي القلقاس اللي تقلى بالزيت العادي وأنا عم صفي يعني نصفي القلقاس وصفينا كمان المقلي والمسلوق المقلي يعني المقلي بزيت النباتي هلا نبلش بالاول نطبق هالثوم هلا بنستعمله من لكم وين بنجيب جاد كمان الطحينه والحمص على النار خلصوا شايف بدنا شوي نشوف هون ايه العدس العدس الكزبره يعني انا بس هيك كان بدي مليح حلوين منجيب الطحينه مع الحمص والبصل منجيب ملقط مع انه بيزحطوا شوي بالملقط كبشي منحط حمص وبصل بالكعب ومناخد اتصال صفي طبقة يعني واحدة طبقة بعدين حمص طحينة طبقة هيك طبقتين هون أنا بهالوقت بدي جيب مقلاية مقلاية زيتها بعدها نضيفي بس شو مننزل كل الزيت النباتي منها نمسحه كمان للزيت النباتي منحط زيت زيتون ونستوي شوي لا يلا أحلى بهن بيكونوا مستويين ضيف فوق منهم الثوم الناعم حمص حطي شوي بعد بالنص خلي يكون بدنا طبقة واحدة بنحطهم بس هاي شدي لجوا ما رح نحط بقى لا خلص يلا عبيها من بعد ما نحط الثوم على النار بدي احط الكزبرة معصرة فوقهم وبناخذ اتصال الو 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 بونجور بونجور شيخ انطوان بونجورين اهلا وسهلا فيكي يعطيك العافيه الله يعافيكي مدام شو هالبرنامج الحلو كل يوم منتابعك وإذا تسلمي تسلمي من عزتكم على القلب شي كمان ميرسي امي عوا من امك ايه صحيح شيخ انطوان بدي اسالك الماما وصف للحكيم تاكلت حال بمصر وصف للحكيم لامه نعم نعم يكون في فوق الدم كيف ممكن مزبوط كيف ممكن ينعمل يعني ايه بخاطر عيونك تسلم يا يلا تكرم عيونك نعمل لك وصف كتير طيب للغنم وللبقر شاف هدول رح نحطهم بالفرن اوكي حطينا الكزبرة ونضيف فوق الكزبرة القلقاس اللي قليناه بالزيت إذا ملاحظين واستوى
منضيف عليهم ملح بهار ابيض بودرة البابريكا بودرة شيلي حارة هايدي كل واحد ببدو وسيلة لازم تكون حارة شوي كمان بقلبهم مع بعضهم وبخليهم ياخدوا النكهة هلا هون هاودي زيت زيتون خلاص بدنا نحضر القلقاس بالعدس العدس يلي هو نسكب نطفي النار عليهم وبسكبهم بيتقدموا بشكل مازة وكتير طيبة وبيهدوا مثل ما هني مش محطوط لهم عصير حامض هلا هون بس بيلبق لهم بعد شوي العصير الحامض مبدئيا لا اذا بعدين بتشتش يعني الحامض ضيف بهار اسود للعدس ملح كمان هون ما حطينا بهار ابيض بنحركهم مع بعضهم استوى العدس وآلية البصل والثوم كمان منشيلها منحطها حط قبل حط من حولي عفوا نروح بنحط شوية عصير حامض أخطاء شوي صغيرة يلا حركيهم خليهم نحن خصوصي لإلها يلا اسكبي شوي بالكعب للكل خلص حطي العدس هلا نيل القيس للقيس مستوي تبهوا آلية العدس مع البصل والثوم بزيت الزيتون والكزبرة مستوية يعني اثنين مستويين نحن فقط عم نعملهم مع بعضهم لياخدوا على بعضهم بقلب الفرن نحن عم نصف القلقاس بجاط العدس بنشوف المقادير عبر شاشة التلفزيون لبنان
متابع حالتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. هون عم نسكب العدس. أنا بدي أقطع الحامض شرحات لنزين فيها. منشيل اديني فوتك. منشيل الجاط الحمص. اوه شو حلو يلي هو عم يغلي. طحيني القيس بالطحيني والحمص او مسميه القيس بالطحيني. هي الجاط كمان بالعدس نه شوي مع بعضه. كمان بنحطهم بالفرن. هلا بنحط الجاط التالت. هي الحامض بنقطعه. منزين صحوننا بهالشكل بالحامض. كمان هون بعد في عنا بالفرن. هولي كلهم بيتاكلوا مسقعين. بس هو لي شاف منه بلا كومبلي للقيس، ايه بده حدو شيء. هو اكيد هلا هاي بالبيوت بتمشي، يعني في واحد ياكل ويشبع منها وكمان العدس، بس هيدي لا. اذا قاطعين او بدهم شيء تقلوا كثير بيمشي الحال. بهالوقت يحفرجيكم شو صار عندي لبكرة. عندي الفول بكرة يحذكر، يحنحضر الفلافل على هوا. فول مجروش حبة صغيرة أو كبيرة، هون صغير جبت أنا أرخص، بس إن مفعول زيتون حطينا لهم ماي. وهون حمص حطينا لهم ماي. دايما الحمص بده أقل شيء 6 ساعات بالنعة، أما الفول 2 ساعات بكفيه تبهوا أو 3. بس نحن هني حنغادر التلفزيون بعد شوي، يعني حنحطهم بالبراد لبكره لاول ما تيجي تبلش الحلقه لفرجيكم اياهم وفرجيكم كيف كانوا حب وكيف صاروا منقوعين ومشو بدنا نزيد عليهم من مواد بنحضرهم ونقدم لكم اياه. شايف عندك شي وقت نعم عندك شي وقت؟ يلا شي سريع اليوم. شو عندي؟ اليوم هيدا تبعو اليوم الخبيزه تبعو امبارح ما لحقنا. الخبايزة أكلة طيبة وهلا موسمة والسنة ما صارش في جليد كتير، مشان هيك لحتى على الارتفاع 1000 متر موجودة بكل سهولة الخبايزة. منقلي بصل بزيت الزيتون، بصل جوانح، منضيف فوق منه توم، منضيف فوق منه كزبرة خضرة مقطعة معصرة. بعدين من بعد ما يتقلوا مع بعض منضيف الخبايزة مقطعة كمان مغسلة 4 مرات وبعدين معصرة محطوطة فوق منهم، بقلبها مزبوط مع بعضهم. ضيف لهم البرغل أو الرز، فينا نساوي الخبايزة على برغل وفينا على رز. بس ضيف البرغل أو الرز عليها بيكون عندي حمص مسلوق. أول شي بحركهم، بضيف لها ملح بهار أسود حلو، قرفي ناعمة قليل. في ناس بيحبوا شوي يحطوا لها رشة كمون، في ناس لا، هي أصولا ما بدها، بس في ناس بتحط كمون. بعدين بس تغلي 10 دقايق على النار بدون ما حركها، بتسقطوا الحمص تسقيط المستوي فوق منها، بتتركوه عم بجديد 15 دقيقة، بترجعوا بتقلبوه قلبي واحدة، بتتركوه 5 دقايق قبل السكب، بيتقدم مع لبن رائب وبتطلع عنا أطيب خبايزة بالبرغل أو بالرز. هلأ منشيل القيس بالعدس، نسكبه بنحطه على شيء يتحمل سخن. كمان منزين تزيين بسيط
منه كتير معقد. ست هدى أنا بشكرك على معاونتك على هالطبق الأطباق الطيبة من القلقاس. عطيناكم ثلاث أفكار عن تقطيع وتحضير القلقاس. كان عندنا القلقاس بالكزبرة والحر يلي كتير في ناس بحبوه وما بنسلقه سلق ومنقليه. في عنا آخر شيء منضيف له زيت زيتون. الزيت اللي منقليه فيه زيت النباتي منكبه بعدين منضيف محله زيت زيتون وما بيسوى من الأول نضيف زيت زيتون. ليه؟ لأنه زيت الزيتون بيتحمل درجة حرارة 139 أما أنا عم بقلي القلقاس على درجة حرارة 180 للميتين. مشان هيك بدي زيت يتحمل حرارة كب الزيتات بحط محلهم زيت زيتون وبرجع بضفلهم الكزبرة والثوم والحر والبابريكا الحلوة وبدو بسكبهم بالطبق. كان عندنا كمان القلقاس بالطحينة يلي بنحط معها الحمص وكتير مميزة. وكمان عندنا القلقاس بالعدس. بشكرك هدى على معاونتك على الأطباق الحلوة. بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان وبعيد كل شخص اسمه أنتوني أو أنطوان أو تانيوس أو توني وبنشوفكم بحلقات جديدة وبقلكم باي باي.